السلام عليكم البنات سفيده جيسبر كو فوز الي بيان في هذا لا فيديو راح ندير لكم انبوكسينغ ولا نحلو مع بعضنا هذه لي دو تروك لي لحقوني من دوكار بيوتي دوكار بيوتي سي اون مارك نشوفها plus spécialisé في les pinceaux, les brushes ou هذه الامور les brushes هما لي باسو مي عندها بيوتي بلندر عندها امور واحده اخرى باليت وهكذا مي نشوفها plus spécialisé في les pinceaux دونك بعثوا لي دو دونك نفتحوا مع بعضنا انا هذه لا بروميير فوا راح نجرب لي بانسو تاعهم في نفس الوقت في هذه لا فيديو اون بروفيت نديروا درس خفيف على لي بانسو للمبتدئات دونك فوالا هذو اول بانسو هذو ما تاع البانسو تاع العينين سي دي بانسو بور لي زيو جو تروف نحلوهم ونشوفوهم مع بعضنا هذا نخلوه هنا نحطو لي ديجا هدرنا عليه دونك انا ما صبرتش لازم نحل دابوغ عندي عندها وقيل اكثر من سمانه ملي بعثوا لي هذا الاخر وما حليتوش راه ديجا عندي واحد الصبر دابيتود مانيش مال فنصبر مي قلت نحل قدامكم ونوري لكم كيفاش تجي تغليف مليح سوليد ماشي بالسهوله تحليه ماشي بالسهوله هذه حاجه مليحه هما عندهم بزاف انواع تاع بانسو بعثوا لي زوج منهم زوج انواع النوع هذا وهذا اللي راح نحلوه نشوفوه مع بعضنا انا ما على باليش كاين الداخل مي بور فوار لي زوتر بانسو تقدروا تروحوا للانستغرام ولا الفيسبوك ولا ميم تويتر ولا لي ريزو سوسيو تاعهم تكتبوا دوكار دوكار ولا دوكار بيوتي ولا دوكار براشز راكم تصيبوا ديريكتومون سورتو في الانستغرام تاعهم دايرين دي فوتو وين نشوفوا بيان لا كاليتي تاعهم في الفيديو يبان تبان الكاليتي هايله في الانستغرام درك نشوفو اسكو سي فري سي فريمون سا او با هذا الديتاي عجبني بزاف اللي كاتبين هنايا دوكار لي بانسو فيهم غير دي بانسو تاع بور لي زو درك نشوفوهم نشوفو اللي عجبني فيهم واللي ما يعجبنيش وهذوما لي بانسو مخلطين بور لي لو فيزاج و بور لي زو اوسي انا جوبونس درك نبداو باول واحد تغليف مليح عجبني هذه البنات حاجه بزاف مليحه باش تحافظوا على لي بانسو تاعكم والشعرات تاعهم ما يطيروش باسكو اذا طاروا الشعرات راح يعيوكم في المكياج بوتيتغ يفسدوا لكم المكياج دونك هذه بزاف مليحه انا هذه ديجا شفتها تتباع في بريمارك وديجا شريت منها مي حابه نزيد نشري منها مي مالوغوزمون لا ديرنيير فوا كي رحت بريمارك ما لقيتهمش يبيعوا فيها وبريمارك هما الوحيدين اللي يجيبوا منها هذا الفيلي اللي يحافظ لنا على البانسو بانسو بزاف هايل من ناحيه من ناحيه لا فورم الباكاجينغ هنايا يبان سوفت تري دو هذا يليق لل هذا البانسو يليق بلوس للفون دو تان فون دو تان ليكيد باسكو شعرات جايين تاعو خفاف او ميم طون كثيفين ما نقدرش نحكي عليه نقول مليح ولا لا غير لما جربته باسكو سي لا بروميير فوا نجرب هذا الشعرات اللي جايين كيما هكذا دونك ما نقدر نقول والو شويه ثقيل على لاما هذا شويه بون نعاودو نرجعوه نحطوه هنايا البانسو اللي نكمل به راني نعاود نحطوه هنا ندير لكم به مكياج العيد جوبونس هاد لي بانسو البانسو هذا هذا يبان هايل هذا البانسو تقدري تنحي به اللوس باودر ولا لا بودغ ليبر كي تحطيها تحت العينين مثلا هنا تكون عينك باش تفيكسي لونتيسيغ تحطي هنايا تحطي لا بودغ ليبر ولا اللوس باودر كي تحطيها هذا جاي ساهل يعني كيفاش راني نمس فيه سي لا بروميير فوا نص بانسو خفيف لهذا الدرجه من ناحيه اللوس باودر يعاون ويساعد بزاف هذا سي يعاوننا باش نحو به اللوس باودر ولا لا بودغ ليبر هايل بزاف عجبتني لا فورم نتاعو سورتو كي جاي شويه طويل هنايا خفيف ماشي جاي كيما هذا هذا جاي شويه ثقيل على اليد اما هذا خفيف يعجبني نعاودو نرجعو نحطوه اب
دونك هذا البانسو نبداو بلي بانسو دابور تاع الوجه باش ما نخلطهاش عليكم بزاف. عندك هذا البانسو هذا تقدري ديري به بزاف حوايج، هذا تقدري توزعي به ال هايل، هذا هايل باسكو علاه جاي مقطع من هذا الجهه، وانا نموت على هذوما لي بانسو اللي يجوا مقطعين من هذا الجهه باسكو يهزولك لو برودوي اون ميم طون خفيف، ما كيفاش يقولوا ما يغلبكش كي تهزي به اللوس باودر، هذا تيلمون خفيف يليق بلوس لوس باودر. بودغ ليبر كومباكت جو بونس با يعاوننا بزاف، ما يعاوننا بلوس على مع اللوس باودر، هذا توزعي به اللوس باودر الوجه كامل باسكو جاي كبير. دونك اذا حبيتي تفيكسي الفون دو تان باللوس باودر في لافا بيان سور توجور خير اللوس باودر تكون ترونسبارونت، اذا كنتو مبتدئات ما تخيروش لوس باودر تكون فيها الوان، باسكو اللوس باودر راه صعيب باش تخيري الالوان تاعها، راه كيما هي كيما الفون دو تان. بلا ما نجربو عرفت بلي مليح، دونك هذا مليح، هذا ديجا بانسو عجبني، اللي عجبوني نخليهم هنا، اللي ما يعجبونيش نحطهم من واللي عجبوني نحطهم هنا. نروحو نجربو هذا البانسو. دونك هذا هذا سي بريسك كوم سا يشبه لهذا، مي تقدري نو 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 بزاف خفيف، بزاف خفيف، ما تقدريش تدمجي به بزاف نو هذا ما عجبنيش بزاف، مي ما نقدر نقول والو، مانيش نشوف واش نديرو واش نقدروا نديرو به، بزاف خفيف. هاتوندي هذه نقدروا ندمجوا به في النهايه، في النهايه نقدروا ندمجوا به بين البرونزر والفاراجو، نجرب واش نقدر ندير به ونقول لكم. مي ما ظنيتش ماهوش قوي، ما يطيروش لي بوال تاعهم ما يطيروش. دونك هذا نحطوه، دونك هذا وهذا اللي قلت لكم على باليش واش نديرو بهم نحطوه في لابوشيت تاعو. يجي بعدها نجربو هذا، بسم الله يا ربي يكون على راهم كاملين يشبهوا لبعضهم، ما فهمتش لي بانسو تاع الوجه تاعهم كامل يشبهوا لبعضهم. بعد ما شفت هذا تقدروا تهزوا به الفون دو تان بودغ نتاعكم، بيان سور تكون كومباكت باودر ما تكونش ليبر، تهزوا بها لا بودغ نتاعكم وتوزعوها على كامل وجهكم بور فيكسي لو فون دو تان. ما نقدر نقول لكم عليها والو، هي تبان مليحه مي نجربوها ونقول لكم. دونك هذا تقريبا عجبني، اكيد مانيش راح نحطه في لابوشيت، راح نحطه هنا كيما قلت لكم اللي عجبوني نحطهم لداخل. يجي هذا نيميرو 5 جاي كي شغل الفلافي براش او ميم طون با ترو فلافي، نقدروا نوزعوا به الهايلايت، ندمجوا به الهايلايت، نقدروا ندمجوا به البرونزر، نحطوا به البرونزر، نقدروا نديروا به بزاف حوايج، هذا عجبني. نقدروا ما منهزوا به لا بودغ ليبر ثاني يصلح باسكو صغير، سورتو عن تحت العينين منطقه صغيره يليق لها بانسو صغير كيما هذا. عجبني هذا، عجبني بزاف، هذا نيميرو 5 بزاف هايل، بزاف هايل. انا راني نحكي لكم كي نقول لكم عجبني وما عجبنيش، راني نقارن فيهم اكيد بلي بانسو تاعي تاع ماك، ونقارن فيهم بلي بانسو تاع مورفي، ونقارن فيهم بلي بانسو تاع سيفورا. بورتون لو بري تاعهم اقل سعرا اكيد من ماك، واقل سعرا من مورفي، واقل سعرا من سيفورا. هذوما لي بانسو كيما يقولوا رخاص، وفي نفس الوقت الكاليتي تاعهم مليحه، عليها حبيت نجربهم ونقول لكم رايي فيهم. دونك هذا البانسو يستاهل تشروه، هذا بزاف عجبني. نروحو للبانسو هذا نيميرو 7 في لافا، نقدر ندير به لي غوتوش بزاف هايل، هذا
ما تقدريش تلقيه في اي ماركه، ماشي حتى الماركات الكبار ما تلقيش بسهوله هذا البانسو. جاي كي شغل باسو تاع دمج تاع العينين وهو كبير. ديما نحلم يديروا لنا واحد كبير، دونك هذا عندي زهر. هذا البانسو ننصح به بلوس لي ماكيوز بروفيسيونيل، يقل يعاونهم بزاف بلا ما نجربوا. اكيد انا في رايي لا مارك لي تخدم بانسو كيما هذا سي تون مارك كي فريمون سبيسياليزي، معناها ماشي اي ماركه تخدم. لي استعملوا هاد لي بانسو سي دي جون متخصصين في الدومين، متخصصين في الماكياج، دونك لي ماكيوز يسحقوا هذه. اما وحده مبتدئه غير ليها ما نظنش تسحق هذا الكيت، كثر من كاينين دي كيت اللي يقولهم احسن من هذا الكيت. مي وحده ديجا داخله في الدومين وديجا عندها دي بانسو، هذا لي بانسو ما تلقايهمش في اي بلاصه. دونك هذا عجبني، او هايل ديجا سا دون انفي دو ترافاي افيك. يهبل ديجا الشكل نتاعو رائع، الكاليتي تاعو ثاني مليحه. الكاليتي كون نقول لكم تاعو هذا خير من دوكار 13 اسمه، خير من تاع مورفي. ديجا نعرف هذا الكاليتي. هذا البانسو فكرني بزاف الكاليتي تاع لا مارك بينيفيت، نفس البانسو اللي عندي تاع بينيفيت يشبه له نفس الكاليتي، بالعكس هذا احسن شكلا. شكل تاع بينيفيت جاي اقل من هذا من ناحيه الشكل، من ناحيه الكاليتي تاع الخفه، كيفاش تهزيه هنا يساعدك. ما كاينين كيفاش يقولوا كاينين دي بانسو ما يعاونوكش كي تعودي تخدمي بهم، مي هذا حسيته يعاون اكثر ايدي، مش عارفه حسيت يدي تعاون معها اكثر. من ناحيه هذه البانسو الراس تاع الفرشات هنا بزاف هايل جاي قاسي في نفس الوقت يتحرك معك، ماشي قاسي بزاف وماشي سوبل بزاف لدرجه يغلبك في رسم الحواجب. رسم الحواجب حاجه دقيقه بزاف، لازم تكون حاجه قاسيه معك او ميم تو لازم تكون تمشي البانسو معك، لازم يكون يمشي، لازم يكون يتحرك في نفس الوقت، ماشي يتحرك وين يتلوط كامل، معناها وين يروح ويجي معاك بزاف سينو يفزد لك الخدمه. باسكو كيما قلت لكم الحاجب لازم يكون اتقان. دونك هذا البانسو هايل 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 بلا ما نجربو على بالي بلي مليح. واكيد كيما قلت لكم راني ندير لكم مكياج بهذا لي بانسو. نروحو للبانسو الثاني كاردوز. بعد ما شفتو ما فيش حاجه سبيسيال، نقدروا نوزعوا به لونتي سيرن تحت العينين، نقدروا نوزعوا به لاباز تاع العينين فوق العينين وعند لا بوبيير موبيل وعند تحت الحاجب. نقدروا نقو به عند تحت الحاجب، نقدروا نديروا به مام الكات كريس. بورتو ماهوش بزاف، نقدروا نديروا به كات كريس، مي كاينين دي بانسو احسن للكات كريس. انا نظن بعد ما جربت بزاف دي بانسو كاين احسن منه للكات كريس، بصح نقدروا نستعملوه ككات كريس عادي، زعما مش نقدروا نخدموا به نورمال فاسينمون. اكيد نحطوه هنا، متاكده باللي يفي لافير كيما يقولوا. هذا البانسو يليق شتو كي ديروا روج على ليفغ، والروج على ليفغ يهبط لكم. تقدروا تهزوا الفون دو تان بيه، فون دو تان ليكيد اكيد، وتحدوا به تحت لي ليفغ نتاعكم باش يجي كيما قلت لكم احمر شفاه، يجي محدد اكثر ومتقن اكثر. لا كاليتي تاعو عجبتني بزاف، تنافس الكاليتي تاع مورفي وماك وعادي كي شغل تخدمي بماك، معناها ما كانش فرق بيناتهم. هذا ننصحكم ثاني به، عجبني اكيد راح نحطو في هذا الجهة. هذا البانسو قبل ما نجربو ديجا هايل. هذا بانسو اسمه بانسو تاع الدمج، فرشاة دمج، تدمجو به لي كولور عند عينيكم، عند كسرة العين، تقدرو تدمجو به الالوان عند الالوان الانتقالية، تقدرو ديرو به بزاف حوايج. هذا البانسو يفكرني في البانسو تاع سيفورا بزاف، يشبه البانسو تاع سيفورا بزاف، ما كانش فرق بيناتهم، فريمون ما كانش فرق بيناتهم، غير هنايا
هنايا مكتوب دوكار ولوطخ مكتوب سيفورا، بزاف هايل اكيد عجبني، باين باللي مليح باسكو عندي الخبرة مع لي بانسو وعلى بالي باللي مليح. هذا واحد، وكيكون بانسو تاع سيفورا سعر هذوما كامل. هذا البانسو لازم يكون عند كل واحدة، definitely a must have، ما نقدرش نقول بلوس. هذا البانسو نقدروا نحطوا به لا كولور، اسمه هو شيدر براش، هذا توجور اللي تكون عندهم هذا لا فورم نسموهم شيدر براش. شيدر براش معناها نقدروا نهزوا به لا كولور ونحطوا به عند العينين. شتي كي ديري كي تعودي تحطي في لي كولور فوق عينك، هذا يهز ويحط، هذه هي خدمته، يهز لك لا كولور ويحطها، ما يدمش، شايفه احسن منه. دونك ما نقدرش نقول لكم هذا هو المخيار كاع فيهم، نحطوه هنايا. البانسو هذا تقريبا نفس هذاك البانسو، لكن لا فورم تاعو شوي اكبر، نفس لا فورم، تهزي به لا كولور وتعاودي تحطيه فوق عينك. هذا واش نقدر نقول لكم يدير. تقدري ثاني تديري به الكونتور تاع الانف، ثاني بوركو با تقدري ديري به الكونتور تاع الانف، مثلا هذا انفك تحدي به الكونتور. متأكدة 1000% بلي حددنا الكونتور مليح ويخدمنا خدمة مليحة، دونك راح نحطه هنايا. نروحو لهذه الثانية، هذو لي بانسو جوست لي بانسو خاصين بالعينين وبالك شوية كونتور تاع الانف. ولا هنا حسيت بلي شارحين مليح والمبتدئات تقدر تعاونهم، اذا كانوا يفهموا شويه لونغلي تقدر تعاونهم، هذه تقدر تعاونهم. دونك نبداو بهذا. وا جامبوكو هذا يهبل، عجبني بزاف، ابار كو كاين هنايا طايره شويه من بعد نقصها، سي با غراف، هذوما اللي طايرين شعرات اللي يكونوا طايرين بزاف ما نحبهمش. موت على الفراج تاع الدمج، يهبل هذا، يهبل هذا، لازم يكون عندي هذا. ميرسي بوكو والله، هذا هذا ننصحكم به، هايل. نروحو الدوزيام لي ناقصينها لي بانسو تاع لي زيو، جو بونس هذه راح تعاونك على حساب ما راني نشوف. هذا ثاني مليح، هذا ثاني مليح، هذا تحطوا به لا كولور، بصح خاص بالعيون الكبيره اللي تعود عندها عيون صغيره ماهوش راح يعاونها. تقدروا ثاني توزعوا به لونتي سيرن، تقدروا ديروا به بلان شوز، هذا فريمون مليح، هذا ثاني هايل، عجبني 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 عجبني، هذا اكيد راح يكون هنا. هذا يعاوننا بزاف كي نعودو نخدمو بالجيل ايلاينر ولا نخدمو بالوينغد ايلاينر، معناها الجناح تاع الايلاينر يعاوننا، يعاوننا ثاني كي نعودو نرسمو في الحواجب. كاليتي تاعو مليحه، نقدر نحطو هنا. نشوفو هذا البانسو، الوغ ما حبش يخرج، اخرج اخرج ايها الجن. هذا يعاونكم تخدموا به تحطوا الهايلايت ولا تحطوا لا كولور كلير تحت الحاجب، باسكو جاي صغير وهايل، فكرني في بانسو تاع زويفا. تقدروا ديروا به هايلايت عند دمعه العين، تقدروا تدمجوا به بين زوج الوان، باسكو جاي دقيق جدا، وانا نحب بزاف لي بانسو اللي يكونوا هكذا صغار، وتقدري تخدمي بدقه بهذا لي بانسو اللي يكونوا كيما هكذا، تقدري تخدمي به عند تحت العينين، يليق للبروفيسيونيل، يعاونهم بزاف خدمتهم. اكيد نحطه هنا باسكو عجبني. درك نشوفوا هذا، نقدروا ندمجوا به عند لي كولور لي شويه تحت العين، لكن شويه كبير، ابار اذا كانت عين الموديل كبيره يعاوننا، اذا كانت عينها صغيره راح شويه يفزد لنا الخدمه. اذا راح تدمجي به الكونتور تاع الانف اكيد نقول لك مليح، اذا كنت راح تهزي به لا كولور كاين احسن منه. اذا الكونتور نحطه هنا اكيد، دونك راح نحطه هنا.
هذا البانسو ثاني يقدر يدمج لنا الكونتور في النهايه، تقدروا توزعوا به لونتيسيغ، تقدروا تدمجوا اللوس باودر فوق لونتيسيغ، تقدروا ديروا به لا فينيسيون تاع الخدمه نتاعك. هذا البانسو نحسه ماست هاف ثاني، لازم كل وحده يعود عندها بانسو كيما هذا باش تخدم به الخدمه النهائيه تاع الخدمه نتاعها، الخدمه النهائيه تاع الخدمه نتاعها. لا فورم نتاعو جايه صغيره ومخطومه او ميم طون مليح، نقدروا ندمجوا به بين دو كولور، نقدروا نخدموا به ثاني الكونتور تاع الانف، جاي شويه يشبه اللي كنا نخدموا بهم. لحد الان راني شفت زوج منهم، دونك نحطو هنا، ما عنديش لو شوا. كاين هذا نقدروا نديروا به عند الهايلايت عند دمعه تاع العين، مليح هذا ديجا عندي منه، عجبني وديجا عندي منه وزيادة الخير خيرين. هذا اسمه فان براش، تقدري ديري به الهايلايت عن تحت الحاجب، مثلا وزعتي هايلايت بانسو كيما هذا، واذا حبيتي تزيدي توضحي الهايلايت تهزي بهذا وتحطي. اسكو عجبني؟ اكيد عجبني، بانسو مميز ولا فورم نتاعو مليحه، غير نادير، ما نقدرش نقول ما عجبنيش، اكيد مليح. كاين هذا البانسو هنايا، راني شفت عندنا دو بانسو جايين بيزوتي كيما هاك، تقدري واحد ديريه للايلاينر تخدمي به غير نوار، ايلاينر جيل ايلاينر يكون نوار، والاخر تخدمي به الحواجب. كاليتي تاعو مليحه بيان سور، فوالا كاليتي تاعو مليحه، خفيف على اليد، يعاون معناها مليح، غير نادير، ما نقدرش نقول ماشي مليح، اكيد نحطو هنا. لحد الان كامل ملاحه. هذا البانسو اللي ما نحبهمش، لي ما تفهميش على واش راه مخدوم، لا فورم نتاعو ما تشبه لوالو، ماشي ما عجبنيش انا هذا البانسو، ما عجبنيش، اكيد مانيش راح نحطو هنا، راح نحطو في لي بانسو اللي ما عجبونيش. هذا بانسو جاي بانسو تاع الدمج، بانسو تاع الدمج ديما نسحقوهم، لازم يكون عندك على الاقل دو ولا تخوا بانسو تاع دمج، ماشي لازم يكون عندك بانسو واحد، بانسو واحد ما يعاونكش بزاف، لازم يكون عندك بين 3 الى 4 فراش كيما هذوما، واحد ديريه لي كولور فونسي تدمجي به لي كولور فونسي، تخليه جوست بور لي كولور فونسي، واحد بور لي كولور كلير، واحد يكون صغير ديري به تدمجي به للعيون صغيره، واحد تدمجي به يكون شويه كبير للعيون الكبيره، دونك هاهم ربعه كاينين اكثر من هاك، لكن مانيش حابه يكون الفيديو اطول من هاك، نشرح لكم غير واش كاين هنا، ممكن في فيديوهات قادمه نطرقوا الموضوع تاع الانواع فرش الدمج، باسكو كاين بزاف انواع وكاين بزاف شرح. هذا البانسو يليق ديري به كات كريس، ليق ثاني تهزي به لي كولور، لكن مش حاجه كبيره. اسكو عجبني؟ نورمال، ماهوش حاجه بزاف كبيره، ما رانيش راح نحطه هنا، راح نحطه لداخل. انا ما نحبش هذوما لي بانسو، ديجا جاي طاير منا، ما نفضلش بزاف هذوما لي بانسو اللي يجوا بهذه الطريقه، كيجول مدبب وماهوش مدبب، المدبب راه يكون هنايا جاي شويه طويل، وهذاك احسن انواع الفراش بالمناسبه، لكن هذا جاي مدور، معناها باش تدمجي بين دو كولور بهذا البانسو ما تقدريش، باش ممكن تهزي به هذا، ممكن تهزي به لي كولور، لكن تكون لازم الموديل ولا لا كليونت لازم تكون عينها كبيره باش تخدمي بهذا البانسو، اما اللي تكون عينها صغيره ما تقدريش تخدمي لها بهذا لي بانسو، لا كولور معناها تعمر كامل عينها، اذا كنتي حابه تخدمي خدمه دقيقه هذا البانسو ماهوش راح يعاونك، ابار كيما قلت لك تكون عينها كبيره ويعود كان عندك ليسباس، هذا اذا ما خدمتيش به كونتور الانف ما عندك ما تخدمي به، دونك انا ما عجبنيش à part pour le contour تاع الانف، وشوفوا شحال عندي بانسو تاع بور الكونتور، ماشي لازم يكون عندك 15000 بانسو تاع الكونتور، دونك مليح، مانيش حابه نظلمه هو مليح، لكن كاين بزاف منه، دونك نحطوه هنا لا غالب.
هذا البانسو مليح، هذا البانسو مليح، هذا البانسو كيما هذا لكن مدبب، جاي شوية طويل في هنا في هذا في هذا المنطقة جاي شوية طويل. كيفاش تعرفي هذا البانسو يكون مليح؟ يكون شوفوا هذه ديجا ماهوش كيف كيف، ماهمش نفس لا فورم. شوفوا لا فورم كيف، هذا جاي كي شغل مسكر على روحه، هذا جاي فلافي، جاي مفتوح، جاي كي شغل بانسو تاع دمج. هذا تقدري ديري به بزاف حوايج، هذا مسكر ما تقدريش تدمجي به بزاف. هنا تقدري تدمجي به مثلا في النهايه، تقدري ديري به لي غوتوش عند تحت العينين، تقدري ديري به تقدري تدمجي به في النهايه بين الالوان، انواع الوان العين، تقدري تدمجي به الهايلايت، تقدري تدمجي به بلان شوز، اللوس باودر، تقدري مام تهزي به لونتي سيرن وتدمجي به لونتي سيرن، تحطي لونتي سيرن، تقدري ديري به بزاف حوايج. اما هذا نو دونك هذا اكيد عجبني ويهبل واكيد سعره نورمالمون اغلى من هاك، لكن فوالا ماذا بينا اكيد نلقاو ماركه تخدم دي بانسو كاليتي وفي نفس الوقت اقل سعر من لي مارك الكبار. دونك هذا هايل 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 هايل، ريلي امبرست وذ ذيس براش. وهذا كيما قلت لكم ها هي بلاصتو. انا راني قلت لكم رايي مقارنه مع لي مارك الكبار ومع لي بري الغاليين، بورتو هما كاليتي مليحه. هذوما لي بانسو كامل اللي راني وريتهم لكم الكاليتي تاعهم مليحه وسعرهم مناسب جدا. اما هذوما اللي ما قلت لكم ما عجبونيش، ماشي باسكو ماشي ملاح، باسكو خدمتهم محدوده جدا ولازم نجربهم، كاين احسن منهم، ديجا شفت احسن منهم. هذا هو رايي الصريح في لي بانسو تاع دوكار بيوتي، قلت لكم رايي فيهم. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، استناو الفيديو الجاي تاع المكياج، مكياج العيد راح نخدم لكم بهذوما لي بانسو. ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم، رايكم، اقتراحاتكم، واذا كنتم ما كنتمش مشتركين اشتركوا في القناه، وما تنسوش تخلوا لي جيم للفيديو. نتلاقاو في فيديو مكياج العيد باذن الله.